تشكركم على هذا السؤال. هو مناسبة باش نتكلموا على ممكن نسميوها حصيلة ديال 5 سنوات ديال التدبير ديال المصالح ديال هذه المدينة هذه. أنا أعتقد أنها إيجابية على اعتبار واحد مجموعة المشاريع التنموية اللي تحققت خلال هذه الولاية هذه، وكذلك مشاريع أخرى في انتظار إن شاء الله مسألة وقت على أساس الإنجاز ديالها. أولا على مستويات متعددة ممكن نمر عليها بعجالة، لأنه كان هناك المستوى الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي، ولكن ما نغفلوش هنا كذلك نتكلموا على مستوى آخر، هو الاختصاصات المكون المباشر بالنسبة للجماعة والرئيس ديالها اللي هو تيشرف على الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع. إذا كان البداية ديالنا كانت الغرض منها هو أننا نجودوا الخدمات ديال القرب للمواطنين. في هذا الإطار هذا تم تجديد واحد الاتفاقية ديال النظافة مع شركة بمواصفات واحد الجودة كبيرة، وعندها واحد الانطباع ديال المواطن الصويري وزوار تاع مدينة الصويرة أنها واحد المدينة اللي هي نظيفة. هذا واحد المجهود اللي دار، وكذلك واحد الاعتماد اللي رصدناه مهم جدا، رغم انها الماليه الجماعه ما واحد تبقى دائما واحد الماليه اللي هي متواضعه جدا. كذلك هذا الاهتمام بالمجال الاخضر انه تم كذلك رصد واحد الاعتماد لاول مره في اطار تعاقد مع واحد الشركه تدبير في اطار واحد العقده اتفاقيه اطار ديال 3 سنوات اللي كذلك حتى هي كان عندها واحد الوقع اللي هو ايجابي. كذلك واحد مجموعة ديال المشاريع اللي تتخص الإنارة والطرقات، وهنا ممكن نتكلم على المشروع اللي مهم جدا هو الربط بين مدينة الصغيرة وكذلك بين المنطقة ديال الغزوة. توسعة الطريق هذا كان واحد الغلاف مالي مهم تتجاوز تقريبا واحد 40 مليون ديال الدرهم، وكذلك تقوية الإنارة اللي كانت الإنارة غائبة في هذا الشريط هذا ديال الغزوة الصغيرة. إذا كذلك كاين الربط بين المحطة السياحية بالطريق ديالها مع مدينة الصغيرة، الطريق اللي ما كانش، واليوم الحمد لله راه المنطقة الناس الساكنة ديال هاد المنطقة ديال الديابات اليوم الحمد لله كانت الولوجيات لهاد سميتو. على مستوى الثقافي تم واحد المركب هنا، مركب كبير جدا تيحتوي على واحد المجموعة ديال المرافق، سابقا كانت الخزانة البلدية، اليوم ان شاء الله يولي واحد المركز تيقدم واحد المجموعه ديال الخدمات. اذا الاشغال فيه انتهت وان شاء الله حنا مقبلين على التجهيز ديالو، وتفتح الجمعيات واحد المجموعه ديال الانشطه اللي تتخلل خلال واحد المجموعه ديال المواعيد الثقافيه تتكون خلال هذه السنه خلال طول السنه. كذلك البنيات الرياضيه تعزت كذلك بالملعب البلدي، ساهمت الجماعه فيه بواحد 600 واحد 6 مليون ديال الدرهم. هو تفتح كان موقف هذه واحد المده تاع 18 سنه الحمد لله في اطار الشراكه واحد المجموعه تاع المشيبه والرياضه، وكذلك في اطار المبادره تم فتح هذه المنشاه الرياضيه. كذلك ملاعب القرب، جوج الملاعب القرب تم تجهيزهم بالعشب الاصطناعي والاناره ديالهم، كذلك قاعه ديال المسيره قاعه حتى هي قاعه على القرب، وكذلك مفتوحه للعموم ديال الجمعيات الرياضيه في هذا الصدد. المزاره الجماعيه تم اعاده التاهيل ديالها بعدما كانت في واحد الوضعيه اللي هي مزريه. كذلك نتكلموا على مستودع الاموات، هو تم رصد واحد غلاف مالي اعاده التاهيل ديالو. اذا اعاده الانارات تتمت اناره العقبه، شارع العقبه وشارع للعيشه، واعاده تاهيل الشوارع ديالها. اذا هناك واحد مجموعه تاع المشاريع اللي تستهدف المواطن الصغيري، وكذلك تستهدف البنيه التحتيه، والغرض منها هو اننا نرفعوا الجاذبيه ديال المدينه. كذلك ما نغيبوش المشروع ديال التاهيل، المشروع التكميلي ديال تاهيل المدينه العتيقه اللي شرف عليه اللي كان التوقيع ديالو امام انظار صاحب الجلاله في مراكش. اليوم تم التنزيل ديال هذا المشروع، اللي بدات فيه الاشغال 2019 تنتهي في 2023. ان شاء الله غادي نرفعوا من الجاذبيه ديال المدينه ونرجعوا منها واحد الوجهه اللي هي سياحيه وثقافيه عالميه. كذلك ما نغيبوش كذلك واحد المشروع اللي مهم تتجاوز الغلاف المالي تقريبا ديالو 300 مليون ديال الدرهم، واحد لا سيتي ديزار، واحد المركب ثقافي كبير جدا غادي يواكب المجهودات، لانه بغينا من مدينه الصويره كمدينه سياحيه تكون مدينه كذلك ديال الثقافه.
وهذا المنشأة إن شاء الله الثقافية إن شاء الله غادي يكون عندها إن شاء الله واحد الوقع على هاد على على المدينة وعلى الإشاعة ديالها على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. اليوم حنا بصدد إعداد واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي مهمة جدا وغادي تدخل يعني في إطار يعني التنمية اللي تنتكلموا عليها بالأبعاد ديالها كلها باش يكون واحد النوع ديال التكامل. اليوم تنتكلموا على واحد الجامعة الدولية، واليوم الجهة ديال مراكش أسافي يعني رصدت الغلاف المالي اقتناء العقار، وإن شاء الله من بعد غادي توضع المشروع من أجل يعني المصادقة عليه ومنحو التراخيص في هذا الصدد. هذا هذه الجامعة غادي تحتضن تقريبا 21,000 طالب، وتنعرفوا الدور ديال الجامعات يعني على مستوى الاقتصادي بدرجة كبيرة، ومدينة محتاجة لهذا النوع ديال المشاريع لأنه إن شاء الله غادي تغير. لأن تنقولوا اليوم عدد السكان الصويرة ما تيتجاوز 76,000، واليوم تنقولوا غنحتضنوا واحد الجامعة غتحتضن 21,000، إذا غادي تكون عندها واحد الوقع اقتصادي مهم جدا على المدينة. كذلك تنتكلموا في نفس الإطار، وحنا في هذه الدورة ديال أكتوبر في إطار واحد المعاوضة بيننا وبين المياه والغابات، على أساس أننا ناخذ واحد العقار اللي غادي وتم يعني الاتفاق عليه الموقع ديالو، واني تقريبا واحد الموافقه من طرف جميع المتدخلين في هذا الصدد هذا، وحتى الوثيقه التعميريه اللي خدامين عليها اليوم كتصميم تهيئه غادي 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 يعني غادي غادي يضم هذا المشروع هذا في افق ان شاء الله نجعلوها منطقه تحت مجموعه ديال الانشطه الاقتصاديه. اذا هذا المشروع مهم، توفر العقار وكذلك ومن طو حنا في صدد اننا توفر واحد الدراسه لهذا المشروع، ولكن كدراسه اوليه يعني الوقع ديالو ان شاء الله غادي يكون وقع ايجابي على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. ملي تنقول هنا الاقتصادي والاجتماعي هو انه يوفر واحد المجموعه ديال مناصب الشغل اللي احوج شباب المدينه لهذ المناصب هذو، وكذلك تعطي فرصه للشباب وسورتو المقاولات الصغرى المتوسطه واحد العقار اللي يمكن يستثمر فيه، وهذا هو التوجه اللي غادي فيه حنا في هذا الاطار. ما نغفلش انا نتكلموا على يعني المحطة، واحد المنطقة ديال اللوجيستيك حنا كذلك تم يعني الاتفاق عليها، تنهضروا ترحيل واحد المجموعة ديال الخدمات اللي كاينة داخل المدينة. على سبيل المثال المحطة الطرقية غادي تخرج من المنطقة اللي فيها غادي يتم ترحيلها لمنطقة أخرى، كذلك الإصلاحية تنقولوا السجن المحلي اللي كاين هنا حتى هو سيتم الترحيل ديالو، العقار اللي كاين فيه غادي يتم استغلاله لحاجة أخرى. إذا اليوم البنية التحتية ديال المدينة العتيقة تتعزز واحد مجموعة من المشاريع لا داخل المدينة العتيقة كنسيج ولا خارج المدينة العتيقة. نعم السيد الرئيس، هذه حصيلة غنية وجيدة بالنسبة للمجلس، ولكن كيف تعكس هذه المشاريع على حياة المواطن من خلال الرفاهية ديالو من خلال الحياة ديالو اليومية؟ اليوم لابد أننا في البداية أننا من تنديروا التشخيص ديال الوضع اليوم، المدينة تستحق أن تكون في وضع أحسن بكثير من الوضع اللي هي عليه على اعتبارات متعددة. الاعتبار الأول يعني المدينة عندها تاريخ، ماشي مدينة لإحداث ديال الأمس، اليوم المدينة عندها تاريخ تستحق أنها وعندها إمكانيات وعندها ثروات يجب استغلالها بالشكل الصحيح والشكل الطبيعي باش يمكن تكون واحد الإقلاع اللي هو إقلاع اقتصادي وتولي واحد المدينة اللي هي صاعدة. كذلك ما نغيبوش الموقع الاستراتيجي ديال المدينة، يعني في واحد المحور اللي هو قريب العاصمة الجهة هي مراكش، قريب واحد القطب اللي هو مهم توا صعيد واسفي، واحد القطب توا سياحي واقتصادي وفلاحي تنهضروا عليه هو ديال اكادير. اذا هذا الموقع يجب استغلاله الشكل اللي وصعد. كذلك تنهضروا على الثروات، تنهضروا اليوم على الثروات ديال شجره الاركان، تنهضروا اليوم على الثروات تاع الخشب العرعار، تنهضروا على الثروات الطبيعيه، تنهضروا على الصيد البحري، يعني واحد السياحه الثقافه. اذا هذو كلها مؤهلات اللي ممكن للمدينه وحتى المواطن الصويري انه يعني يعيش في يعني في واحد الظروف احسن بكثير من الظروف الحاليه. حنا عندنا السياحه هذا خيار، تنعرفوا السياحه يعني تتخدم يعني حتى توفر واحد مجموعه مناصب شغل مباشره وغير مباشره، وكذلك اليوم ولات عندنا قناعه بتوازي مع السياحه اللي بدا اننا ندعم واحد مجموعه تاع الانشطه. في هذا الاطار تكلمنا على المنطقه ديال الانشطه الاقتصاديه اليوم اللي بدا اليوم ولات اصبحت ضروره ملحه اليوم اننا نفتحوا هذه المنطقه على اساس تستقطب واحد مجموعه ديال الاستثمارات، وكذلك تكون فرصه لهاد الشباب يستثمروا. كذلك تنقولوا الجامعه تخلق ثروه داخل المدينه، اذا اليوم غادي تعطينا واحد مجموعه تاع فرص الشغل.
المشروع ديال المدينه العتيقه حتى هو غادي يرفع من الجاذبيه ديال المدينه. اذا المدينه اليوم عندها واحد الاقبال سنه على سنه باستثناء هذه السنه هذا مع هذه الجائحه، نتمنوا اننا ان شاء الله نتغلبوا على هذا الوباء هذا ونرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. اذا في الافق القريب غادي انا متفائل على اساس اننا المدينه والاقليم السوري ولي اقليم صاعد والاقليم يخلق الثروه وتتعطيك واحد النوع تاع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المدينه وفي الاقليم. نعم، غتخشونا من هذا الاقلاع الذي تتكلمون عنه من فقدان الهويه ديال المدينه؟ ابدا ابدا، الهويه تاع المدينه حاضره بقوه في هذه البرامج، وتتشوفوا حتى التوسع تاع المدينه يعني بقى اصبح يعني توسع ديالها تراعي هذه الهويه ديال المدينه ديالنا. بالعكس، وهذا المشروع اللي تنتكلموا عليه ديال المدينه العتيقه بالعكس تاكد وتعزز الكلام اللي تنقول، وان شاء الله ندعوكم انكم تواكبوا هذا المشروع هذا. يعني بعض المشاريع غادي تخرج للوجود، يعني غادي نلمسوها في هذا اخر السنه وبدايه السنه المقبله. وحنا تنسعوا على اساس اننا هذا النسيج العتيق، لانه المدينه العتيقه مصنفه في 2001 كتراث عالمي انساني. هذا واحد 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 الامانه في عنقنا، واحد 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 يعني واحد الكنز اللي خصنا نحافظوا عليه، لانه اليوم جاذبيه ديال المدينه بالمدينه العتيقه. اذا هذا الزائر اللي تيجي للمدينه تيجي للمدينه العتيقه، هذا المستثمر تيجي للمدينه غاس للمدينه العتيقه. اذا حنا واعيين أهمية هذا النسيج والمحافظة عليه والتثمين ديالو والاستثمار ديالو. إذا هذا هو المنطلق، ولكن لا يعني أننا خصنا نفاتحوا، لأن متطلبات اليوم تنتكلموا اليوم على الساكنة متطلبات اللي تتواكب. أنا مثلا نقول منطقة صناعية منطقة اقتصادية، ما تنقولش غادي نضوا نصور واحد المنطقة صناعية 100%، ولكن تنتكلموا على المنطقة الصناعية تتراعي وتتكامل مع هذا الشيء اللي تنتكلموا عليه. ما غاديش تكون تدير القطيعه او تضرب في هذا الشيء اللي ركبنا هذه سنوات. يتماشى مع هذه الامور تنتكلموا عليها حاليا بالتوازي. انه من بين الاقاليم اللي تهاجروها الناس واحد 8 من ضمنهم الصويره، ومن تنبحثوا تنعرفوا شنو هي السبب والمسببات، يعني فرص العمل، فرص العيش الكريم، فرص الاستقرار ما كايناش. اذا ما بقاش حنا نراهنوا على خيار واحد. اليوم الظرفيه تتطلب اننا نقلبوا على خيارات اخرى اللي نمنحوا نخلقوا هذا الاستقرار وهذا الهجره ما تكونش، ونخليوا شباب المدينه يثيقوا يعني في ارتباط بالارض وبالمنطقه وبالجذور وبزاف ديال الامور وبالعائله وبزاف ديال الامور، ونحاولوا داك الشيء تيقلب عليه في اماكن اخرى انها تكون هنا قريبه ليه. وهذا هو طموحنا، وهذا العمل اللي تنعملوا عليه ان شاء الله باش نحققوه. بالفعل كان عندنا حنا يعني عضو في هذا الائتلاف، واحد الائتلاف هو ائتلاف تاع الدول العربيه لمناهضه يعني العنصريه والتطرف، ويعني واحد مجموعه ديال الامور، وحنا تنتراسوا هذا الائتلاف هذا. كانت واحد المناسبه اننا كانت واحد مجموعه تاع الالتزامات اللي كان المغرب سبق فيها، وكان درت في الدار البيضاء، وكانت واحد مجموعه 10 تاع الاتفاقيات اللي تتحارب الظواهر هذا. تم إعادة القراءة في هذه الالتزامات اللي كانت درت في الدار البيضاء أعتقد في 96 أعتقد 98 في 98، تمت قراءة ثانية يعني باش تنسجم مع الحاجيات المتطلبات المجتمعية في هذا الإطار هذا. كانت مساهمتنا مساهمة إيجابية وغنية في هذا الإطار. حنا كنا واحد مجموعة تاع المدن المغربية، هنايا طنجة مراكش الدار البيضاء والرباط، خمسة تاع المدن، والصويرة هي يعني الخامسة في هذا الإطار. وحنا تنحاولوا ما امكن اننا نساهموا بهذه الدبلوماسيه المحليه، يعني المشاركه ديالنا، وثقوا فينا الاخوان على اساس حنا اللي تنتراسوا هذا الائتلاف. كان الشرف اننا نتراسوا هذا الائتلاف، وحنا تندفعوا بهذه الامور هذه، لان المغرب راه كان تجربه رائده في هذا الاطار هذا، لا الحقوقي ولا القانوني ولا التشريعي. ونحيلكم على الدستور ديال 2011 اللي هو واحد الوثيقه هي متقدمه، ملي تنقارنوا راسنا مع واحد المجموعه ديال الدول المنخرطه في هذا الائتلاف، تنتلقوا الحمد لله المغرب يعني حاضر بقوه يعني كدوله اللي خدات هذا الخيار الديمقراطي، هذا الخيار الحقوقي، هذا الخيار يعني والبعد كذلك حتى الدولي في هذه الامور هذه.
اذا مساهمتنا مع واحد مجموعه تاع المدن المغربيه كانت ايجابيه وتتخلي واحد الصدى طيب يعني في الائتلاف وفي المنظمه في نفس الوقت. نعم سيد الرئيس، أعود بك الى غرفه المجلس الداخليه، يعني انتم تدبرون مجلس فيه عده احزاب عده الوان، كيف تدبرون هذه التوافقات الحزبيه داخل المجلس؟ الحمد لله اليوم الديمقراطيه لا تكتمل، باش نكونوا متفقين، الديمقراطيه تكتمل بحضور بوجود الاغلبيه وكذلك بوجود المعارضه. المجلس فيه اغلبيه وكذلك فيه معارضه. اغلبيه تتحمل المسؤوليه ديالها في تدبير شؤون المدينه، وكذلك المعارضه في اطار المراقبه والتتبع وابداء اراء ومقترحات في واحد المجموعه ديال النقاط وفي عده محطات، لانه المجلس يعني يتداول يعني في جلسات عموميه يتلقى 313-14 ثلاث جلسات خلال السنه. احنا دائما نتجاوزوا هذا العدد، يعني ما تبقاش ثلاثه الجلسات، نحققوا اكثر من ثلاثه جلسات خلال السنه. هذه مساهمه ايجابيه تاع النقاش والتداول وابداء الراي، وكذلك يعني صناعه القرار المحلي اللي غادي بشكل اللي هو يعني توافقي. احنا لا نبخس عمل اي ولا نصادر احد في رايه، وهذا هو التوجه اللي غادي فيه. والحمد لله ان شاء الله الحدود الساعه الامور اغلبيه متماسكه تتحمل المسؤوليه ديالها، وان شاء الله غادي تعطي الحصيله ديالها في نهايه هذه الولايه ان شاء الله في اطار مشترك. هناك معارضه لا، كلمه شرسه انا غير متفق على هذه الكلمه، ولكن غير متفق على هذه الكلمه، ولكن معارضه اعتقد معارضه اللي كانت في الجوهر ما كاينش مشكل، ولكن الا كانت معارضه من اجل المعارضه هذا هو اللي فيها مشكل. ولكن في اخر المطاف الفيصل فهذا هو التداول اتخاذ القرار والتصويت. اذا بدي بالراي ديالك، ولكن في اخر المطاف المجلس هو الذي يقرر والرئيس ينفذ فيما بعد. اذا هذه هي المقاربه وهذه الديمقراطيه. يعني ما هي افاق حزب التجمع الوطني الاحرار في الصويره مستقبلا في الاستحقاقات المقبله؟ حزب التجمع الوطني الاحرار الحمد لله اليوم عنده حضور على مستوى المحلي وعلى مستوى الاقليمي وعلى مستوى الجهوي. حزب التجمع الوطني الاحرار حامل مشروع جسدوا في واحد الوثيقه ديال مسار الثقه تجاوب على واحد المجموعه ديال الاشكاليات المجتمعيه، خاصه في الظروف الاستثنائيه. حزب التجمع الوطني الاحرار تيقول لك التعليم خصو تعطاه اولويه، والصحه خصها تعطاها اولويه، والتشغيل خصو تعطاه اولويه. هذا الثلاثي اليوم اصبح وعندها واحد البعد اجتماعي اصبح ضروره ملحه. اذا اليوم في البرنامج تاع التجمع الوطني الاحرار ثلاث نقاط لا حياد عليها ولا. اذا هذا هو البرنامج اللي داخل به حزب التجمع الوطني الاستحقاقات كامله المقبله، لانه اليوم جزء من الكل. كاين المدبر يعني الشان العام والمدبر الشان الجهوي، ولا سيما اليوم تنتكلموا على التمركز. اذا كل واحد خصو يعني مكمل المحلي يكمل الاقليمي، والاقليمي يكمل الجهوي، والجهوي يكمل الوطني. اذا حزب التجمع الوطني الاحرار غادي يكون حاضر ان شاء الله في الاستحقاقات المقبله. نتمنوا من المواطنين يثقوا في هذا المشروع، لانه مشروع غيجاوب على الاشكاليات الحقيقه تعيشها البلاد، ونحاولوا ما امكن نخرجوا من هذه الازمه وهذه الظروف الاستثنائيه اللي تنعيشوا فيها، وكذلك ان نحاربوا كذلك اليوم شنو الهدف، ونحاربوا البطاله، ولا سيما حتى اليوم النسبه ديال لو طو شوماج اللي كنا ما تيفوتش 10% اللي تجاوزناه نظرا لهذه الجائحه. اذا اليوم حزب التجمع الوطني الاحرار تيقول لك ما يمكنش نهرنوا يعني في التوظيف على القطاع العام بوحده، يعني حامل المشروع يجب دعم القطاع الخاص، وهناك امكانيات باش يمكن تدعيمه، والقطاع الخاص قادر الى عرفنا كيفاش نشتغلوا على اساس يوفر لنا واحد المجموعه تاع مناصب الشغل. كذلك اليوم التعليم، واليوم هذه الجائحه بانت لنا المنظومه التعليميه اليوم في البلاد ديالنا يجب اعاده النظر فيها. كذلك المنظومه الصحيه حتى هي هشه يجب اعاده النظر فيها. اذا اليوم المواطن اللي استفد من التعليم والصحه، اذا دوك يعني في اعتقادنا تنقولوا غيكون واحد التوازن في المجتمع، الطبقه الفقيره مع المتوسطه مع الطبقه الغنيه، غادي يكون واحد التوازن في التركيبه ديال هذا المجتمع. ما دام التعليم هزين ازا يعني تنقول هزين يدينا منه بهذا الشكل ودايرين مسافه بينه وبينه، يعني يكون اعتقد انه حان الوقت انه يكون التدخل هو مباشر، واي حكومه في المستقبل خصها تتحمل مسؤوليتها. حزب التجمع الوطني عاطي الاولويه للتعليم كما قلت، والصحه ثانيا، والتشغيل ثالثا. نعم سيد الرئيس كلام جميل، ولكن ما هو تعليقكم حول ما يسمى
حزب تجمن، شوف انا حزب تجمن الوطني الاحرار حزب اليوم اللي في التاريخ ديالو اكثر من 40 سنه، وحزب كنت نقول حزب ديال ولاد الناس، وشي طبيعي الحزب تيعرف واحد الحركيه داخليه. فحزب يعني هذا حزب اللي نقدر نقول يعيش الحياه الحزبيه والسياسيه كما ينبغي. الجمود داخل الاحزاب يعني يعبر عن 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 عن, عن متريري. اليوم الحزب عنده هياكل وعنده منظمات ما عمرها كانت. اليوم نتكلم على الشبيبه، اليوم تنتكلموا على المراه، ونحكي لكم على يعني الملتقيات اللي تنظمت في مراكش، في اكادير اكثر من 4000 شاب، يعني في الجامعه الصيفيه ديال الشبيبه، المراه وكذلك، يعني فضاء ديال النقاش وفضاء ديال التطير وفضاء ديال يعني ديال التكوين وفضاء ديال يعني هذا الشيء شيء جميل. يعني ان الاحزاب تاخذ نعطيو واحد نظره جديده للاحزاب في المغرب. اليوم الاحزاب بالطريقه التقليديه الحزب تجاوزها، اليوم الحزب تيكرس واحد مقاربه جديده. اذا اليوم وهذه المقاربه الجديده في يعني في اطار الهياكل والتنظيمات الموازيه وهذه الحوارات. نعاود نذكر اليوم كانت مؤخرا وباقي مستمر هذا البرنامج تاع 100 يوم 100 مدينه، والجولات اللي دار الرئيس داخل المغرب في الجهات كلها والاقاليم وخارج المغرب. شنو هو الغرض منا؟ اليوم محتاجين نسمعوا لبعضياتنا، اليوم الاحزاب خصها تسمع المواطنين. اليوم ما بقاش دكاكين انتخابيه وعندها مواعيد ديال الاستحقاقات تنجيو ندوزوا الاستحقاقات والمواطن، لا، اليوم خصنا نسمعوا المواطنين. واليوم تنقولوا خصنا نشاركوا في صناعه القرار، راه خصنا نهدوا عند المواطنين. هذه الاولويات اللي قلت لك الصحه والتعليم والتشغيل راه جات من عند المواطنين. راه اليوم كانت استماره تنقول لهم المغاربه اش بغيتوا كاولويه غدا الا حنا تصدرنا الانتخابات تحملنا المسؤوليه. قالوا لك ثلاثه تاع الحوايج. اليوم راه ما يمكنش نقعدوا في الرباط وحنا غادي نخططوا لواحد 40 مليون المغاربه وما عارفين اش محتاجين. اليوم كاين تدافع داخل الحزب، واليوم كاين واحد المنافسه يعني طموحات. انا ماشي عيب الانسان يكون عنده طموح، ولكن في اخر المطاف راه كاين انضباط داخل الحزب. السيد الرئيس تيقوم يعني قيم بالواجب ديالو كما ينبغي. عاطي الفرصه للشباب، عاطي الفرصه للكفاءات، عاطي الفرصه للمراه، ان شاء الله غادي تكون يعني الكلمه ديالهم يعني في الموعد ديالها اللي غادي يكون ان شاء الله الاستحقاقات. انا اللي بغيت نوجه كلامي هو انا ما بغيناش يكون غدا العزوف. بغينا المغاربه انه يثقوا اي برنامج يبان لهم انه في صالحهم. اليوم الحياد السلبي وعدم الانخراط ما عطانا حتى شي نتائج. اليوم الانخراط الايجابي والانخراط القوي والثقه في المؤسسات هو اللي غادي يزيد بهذه البلاد للامام. اما باش نعاود نتخاذلوا ونتقاعسوا وبقى تنحملوا المسؤوليه لبعضياتنا راه ما غانجحوا حتى في شي مشروع. اليوم المشروع خصنا نثقوا ونزيدوا الثقه وتعزز هذا المنسوب ديال الثقه باش يمكننا نربحوا الرهان. الرهان اليوم صعب، الرهان خصنا نخرجوا من الجائحه، والرهان خصنا واحد الاقلاع اقتصادي للبلاد ديالنا باش هذيك النسبه ديال البطاله يمكننا نتغلبوا عليها. لان البطاله اش تعطيك؟ اوضاع اجتماعيه اللي هي صعبه وممكن تعطيك عدم الاستقرار. حنا ما بغيناش هادشي لبلاد ديالنا، حنا البلاد ديالنا بغينا تزيد الامام والدوله وتنطيقوا في الدوله ونطلقوا في المؤسسات الدوله باش يمكننا نبنيو واحد المشروع ونبنيو واحد المستقبل ديالنا كاملين. نعم، سؤال ما قبل الاخير واعتذر سيد الرئيس، يعني هل تعتقدون ان حزب التجمع الوطني الاحرار سيكون لاعب اساسي في الحكومه المقبله؟ دائما حزب التجمع الوطني الاحرار لاعب تيلعب دور اساسي. ولا رجعتي للجميل الحكومات المتعاقبه تلاحظ حزب التجمع الوطني الاحرار تيلعب دور اساسي. في الظروف الجائحه اليوم تنعيشوها حزب التجمع الوطني الاحرار لعب دور اساسي ومهم. اليوم القطاعات التي يدبر، نحيي لكم على اليوم في هذه الجائحه من مارس اليوم نشوفوا القطاع ديال الفلاحه الدور اللي لعب. يعني جميع يعني الحمد لله المنتوجات اليوم في البلاد منتوج يعني تتواجد يعني بشكل متوفره باثمنه جد مناسبه. في البدايه كان المواطن عنده تخوف، ولكن اليوم المواطن ولا تيثق. اليوم تنشوفوا 2000 حاله تتسجل يوميا، ولكن المواطن تيثق يعني في سميته. وهذا مجهود ديال المسؤول اللي تيدبر هذا القطاع هذا، لا في الصيد البحري لا في الثروه الطبيعيه الحليب كل شيء المشتقات ديالو. اليوم كذلك هاد الكمامات اللي دايرين
بالاثمنه ديالهم. اذا كان يعني المجهود ديال الوزاره داخل التجمع الوطني الاحرار في هذه الحكومه هذه، اذا ما يمكنش اليوم كذلك المجهود اللي تم على في قطاع ديال وزاره الاقتصاد والماليه انه الناس 5 مليون ديال المغاربه تيتوصلوا بداك الدعم المباشر عن طريق ماشي عمل سهل، هذا عمل جبار. وبينوا اليوم محتاجين الوزاره عندهم كفاءه، واليوم بانوا في هذه الازمه الوزاره اللي عنده كفاءه اللي يدبروا الازمه ونجحوا في البيان ديالهم. وهذا الشيء اللي بغينا في المستقبل، بغينا حكومه قويه، حكومه عندها كفاءات، حكومه اللي قادره تجاوب على الاشكاليات الحقيقيه ديال المغاربه جميعا وتكون في مستوى تاع الثقه ديالنا كاملين. اذا هذا هو حزب التجمع الوطني الاحرار، هذا هما المناضلين ديالو، هذو هما الكفاءات ديالو، هذو هما الوزراء ديالو. نعم سيدي، السؤال الاخير وهي عباره عن اسماء وجواب سيكون في تعليق وجيز يعني. عزيز أخنوش رجل دولة وطني تيبغي البلادو، تيبغي مالكو، والرهان عليه كبير في المستقبل إن شاء الله. سيد أندري أزوراي مستشار الملك. أندري أزوراي رجل من مدينة الصاويرة، يحب مدينة الصاويرة، له 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 ارتباط كبير بهذه المدينة، وواحد الحب اللي هو كبير بهذه المدينه، يعني يساهم من موقعه على اساس اننا تعرف المدينه واحد يعني واحد التنميه حقيقيه. مهرجان بنوا موعد ثقافي عنده اشعاع، عنده اقبال، عنده جاذبيه. نتمنى اننا الدورات المقبله ان شاء الله في السنه المقبله تكون في الموعد ديالها.